السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله هنهضروا على الجرد الدائم. الجرد الدائم وش هو؟ هذا هو الطرق اللي نقيم بها المخزون، اللي هما الفيفو الليفو والسي ام بي. الفيديو هذا راني درته من العام اللي فات، مي اسنا حبيت نعاود وقتها عشان دي تقنيه جديده في الشرح، حبيت نعاودو برك. ما نطولوش في هذا الفيديو باذن الله. وشو باك فيه؟ تمرين هذاك هو اللي حنا ممكن نطولوا فيه، مي باذن الله راح تفهموا مليح لو كور كلي جامي فهمتوه. نبدا بون قبل، شاركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات، ان شاء الله حيكون كاين فيديوهات اخرى مفيده ليكم. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو. نبدا الجرد الدائم. وشنو هو الجرد الدائم؟ قالك الجرد الدائم يسمح بتنظيم الحسابات، حسابات المخزونات. يعني الجرد يهدر على المخزونات بانواعها، كانت مخزونات السلع، البضائع، المواد الأولية، المنتوجات تم التصنع، المنتوجات نصف مصنعة، إلى غير ذلك. الجميع، أي حاجة تخزن، وذلك من خلال تسجيل تحركات المخزونات. شو هي تحركات المخزونات؟ بمعنى آخر نعرف ويسمح لنا بالتعرف وبشكل مستمر على الكميات الداخلة والخارجة من المخزونات وكذلك قيمتها. هنا المحاسبة التحليلية تبحث عن القيمة وكذلك الكمية، على عكس تماما المحاسبة المالية. المحاسبة المالية تهتم بالقيمة المالية، ولكن المحاسبة التحليلية تهتم بالكميات خاصة والقيم. كي نقولوا الداخل أو الخارج، كاين الداخل، الخارج، الصادر، الوارد، المشترى، المستهلك. هي نفس تنطبق هذه كامل، هذا نفس الشيء وهذا نفس الشيء. يعني إذا لقيتوا المدخلات أو المخرجات أو الصادرات أو الواردات، المشتريات أو الاستهلاك، هي نفس الشيء. إذا تنطبق مبادئ الجرد الدائم على جميع العناصر المخزنة في الشركة. كما قلت لكم، أي حاجة تخزن ينطبق عليها الجرد الدائم. يتم تسجيل تحركات المخزونات، الدخول والخروج من حيث الكمية والقيمة من قبل منظمة حسابية مهمتها تحديد المخزون النهائي النظري في أي وقت. هنا اللي يهمنا هو المخزون النهائي، لازم نعرفوا شحال عندنا. كان نديروا الجرد الدائم بلاش ما نروحوا نحسبوا في المخزون، نشوفوا احنا حسب واش دخلنا واش خرجنا النظري، يعني المخزون النظري تاعنا، ولكن الحقيقي هو ما يوجد في الحقيقة، ولكن النظري هو ما يوجد فوق الورق. أوكي. تتم متابعة تحركات المخزون على حسابات المخزون. حسابات المخزون الدائم التي هي على الشكل التالي، ها هو الهيكل تاعها، هاي كيفاش تكون. حساب الجرد الدائم مثلا للمادة الأولية كذا، مثلا آم، يكون فيه اليوم، البيان يعني وش هو نوع الشراء، هنايا الدخول، هنا تكون الكمية، هنا سعر الوحدة، وهنا المبلغ الكامل. بالنسبة للخروج، كمية، سعر الوحدة، والمبلغ برمته يعني كامل. أما بالنسبة للمخزون أو الرصيد، وهو ما يوجد فعلا في الرصيد. أوكي. يجب أن تكون حسابات المخزونات متوازنة، بمعنى آخر مما يجعل من الممكن كتابة الصيغة التالية الصالحة لأي نوع من المخزونات. نحن باش نحسب المخزون النهائي، نحتاج يكون عندنا المخزون الأولي زائد الدخول نقص منه الخروج، أي الاستهلاك أو الاستهلاك. هنا يا المخزون الأولي ديجا واش كان عندنا في ستوك، واش كان عندنا في المخزون تاعنا، يعني مثلا عندنا 10 كيلوغرام من المادة الأولية، شرينا 20 كيلوغرام من المادة الأولية، إذا عندنا 10 زائد 20، هذا كاين في الرصيد. واستهلكنا 15، إذا استهلكنا 15، خرجت قداش يبقى لنا في الرصيد؟ شوفوا 10 20، واستهلكنا 15، قداش يبقى لنا في الرصيد؟ راح يبقى لنا 15، اللي هو المخزون النهائي.
تقييم المخزون، المخزون في حالة حركة دائمة، ما كانش منها أنه مؤسسة تشري مخزون باش يبقى لها يخلد عندها، هذه مستحيل. المخزون في حالة حركة، نشري ويدخل لنا يعاود يخرج كاستهلاك، تم استهلاكه سواء كانت مادة أولية أو بضاعة بعناها، مادة أولية استهلكناها في الإنتاج، تم منتوج تم الصنع تم بيعه، يعني استهلاكه خرج من عندنا. هناك عدة طرق لتقييم المخزون. أولها نبدأ بتقييم المدخلات الموجودة في المخزون أو المشتريات أو الواردات. لا تشكل المدخلات أو الموجودة في المخزون أي مشكلة، لأنه يتم تقييمها إما بتكلفة الشراء أو بتكلفة الإنتاج. بالنسبة للي يدخل لنا للمخزون، ما نحط بروبلام معه في التقييم تاعه، لخطاكش يقيم حسب تكلفة الشراء إذا كانت سلع، يعني مارشانديز، مادة أولية، ماتير بريمير، إمدادات، ديزابروفيزيونمون إلى غير ذلك. أما إذا كان منتوج تم الصنع أو منتوج نصف مصنع، فهو حسب تكلفة الإنتاج، يدخل لنا حسب تكلفة الإنتاج. أما المخرجات، يعني هي يعني التدفقات الخارجية، يعني التدفقات اللي تخرج من المخزون، الصادرات والاستهلاك، هي نفسها المخرجات أو المواد اللي تخرج، المخزونات اللي تخرج. هي تدفقات مخصصة للاستهلاك اللاحق، والتي يمكن أن تكون إما في ورشة الإنتاج أو في أقسام البيع. يعني يحتروح تخرج تروح للإنتاج، يعني كمواد أولية أو لوازم أو منتجات نصف مصنعة، تروح باش نكمل ونصنعوها ولا ننتجوها، أو في أقسام المبيعات كما السلع والمنتجات نصف مصنعة والمنتجات النهائية. ثم هذا هو الاستهلاك، نوع الاستهلاك حيكون يا يذهب الى الانتاج يا يذهب الى المبيعات. هنا المشكل تاعها في التقييم، يعني باش هي القيمه تاعها، سعر التقييم او سعر الاستهلاك. بما انه كاين عندنا بزاف المدخلات والمخرجات، المدخلات متكرره سواء مشتريات او الانتاج، المشتريات اللي تدخل لنا مثلا في 1 جانفي بسعر كذا، ماشي نفس راح تدخل لنا بنفس السعر. اسم السعر تاع المدخلات والمخرج، اسف، المدخلات او الانتاج يختلف كل مره، يدخل لنا بسعر اخر. لهذا يتكرينا المشكل تاع باش نقيمه الاستهلاك، اسمح لي يخلق لنا مشكل تاع باش نقيمه الاستهلاك، بشحال راح يخرج لي هذا الاخر. يجي واحد الطرق، كاين طريقتين، طريقتين الاولى هي طريقة استنفاذ الدفعات، والطريقة الثانية هي طريقة تكلفة المتوسط المرجح اللي هي سي ام بي. بالنسبة لاستنفاذ الدفعات اللي هي الفيفو والليفو، الفيفو هي first in first out، بمعنى اخر الذي يدخل اولا يخرج اولا، يعني اللي نشريوه الاول اللي يكون ديجا في ستوك باغ اكزومبل الاول، ومن بعد حيكون شراء، راح يتم هناك استهلاك، يعني حنخرجوا من ستوك اللي كان عندنا الاول باش نروحوا للثاني. دوك نشوفوا مع التمرين. بالنسبه للليفو، الليفو هي لاست ان لاست اوت، يعني اللي يدخل لنا للمخزون اولا اخر حاجه تدخل للمخزون، هي اول حاجه تخرج من المخزون، هي اول حاجه يتم استهلاكها. اوكي، دوك نشوفوا مع المثال. عندنا طريقه تكلفه المتوسط المرجح، هي سي ام بي، لو كو مويان بونديري. وفقا لهذه الطريقه هناك ايضا طريقتين، حسابة متوسط التكلفه المرجح بعد كل ادخال، يعني وين ندخلو نحسبوه. كيفاش تكون التكلفة الوسطية المرجحة بعد كل إدخال مساوية لماذا؟ تكلفة المخزون المتبقي، يعني اللي كاين في الرصيد ديجا، زائد اللي شريناه جديد، تكلفة الإدخال الجديد، على ماذا؟ على كمية المخزون المتبقي اللي هو الكمية المرصدة، يعني كمية الرصيد، زائد كمية الإدخال الجديد، زائد كمية الإدخال الجديد. دوك شوفوها تفهموها اكثر في التمرين. متوسط التكلفة المرجحة واحد محسوب في نهاية الفترة، يعني هذا يتحسب كي نكملو خلاص
المدخلات تاعنا وراح نحبو نشوفو نقيمو المخرجات. هنا التكلفة الوسطية المرجحة لمجموع الإدخالات تساوي تكلفة الإدخالات كامل شحال دخلنا التكلفة تاعهم على كمية الإدخال. اللي نلقاوه هذا هو اللي نحسبو به المخرجات واللي نقيمو به المخرجات. نشوفو في التمرين هذا تمرين بسيط. قالك في مصنع إسمنت تاع السيما تم تسجيل التحركات المتعلقة بمخزونات الإسمنت على مدار شهر. شهر شكون؟ شهر جانفي. قالك في واحد فيفري في واحد فيفري في المخزون الأولي 10 أطنان بتكلفة 5000 للطن، 5000 دينار جزائري للطن. ثم ديجا عندنا في المخزون الأولي 10 أطنان. في 4 فيفري شراء 8 أطنان، يعني شرينا هنايا كاينة واردات ولا مدخلات، شراء 8 أطنان بسعر 4950 دينار جزائري للطن. ثم هذا راه سعر الوحدة، هذا ثاني بسعر الوحدة ماشي التكلفة الإجمالية. ومن بعد قالنا استهلاك في 8 فيفري استهلاك 9 أطنان، في 12 فيفري استهلاك طنين، في 15 فيفري دخول 8 أطنان بقيمة ب 5100 دينار جزائري للطن الواحد. شوفوا كيما هنا يلاحظوا معايا المدخلات كل واحد يدخل بسعر مختلف عن الثاني. ها بار كونتر الاستهلاك ما هضرناش عليه كامل، لذلك يتكريان هذاك المشكل، يتخلق مشكل تقييم الاستهلاك. في 20 فيفري دخول 10 أطنان بقيمة ب 5200 دينار جزائري للطن. في 25 فيفري استهلاك 17 طن، في 28 فيفري استهلاك 7 أطنان، في 30 فيفري دخول 4 أطنان بسعر 5150 دينار جزائري للطن. تطبيق الطرق الأربعة المطلوب هنا، تطبيق الطرق الأربعة لتقييم الاستهلاك والمخزون، اللي عندنا الفيفو الليفو سي ام بي بعد كل دخول والسي ام بي في اخر الفتره. الطريقه الاولى اللي هي طريقه الفيفو، اللي كما قلت لكم على الاول هي فيرست ان فيرست اوت. ثم اللي يدخل عندنا الاول ولا يكون عندنا الاول هو اللي يتكونسوم الاول، يعني حنهزو سعه التقييم تاعو هو اللي حنقيمو به الاستهلاك. شوفوا معايا الطريقه. الجدول تاعنا كالعاده ها هو كي جدول كيفاه يكون، مدخلات المخرجات الرصيد. عندنا في 1 فيفري قالوا لنا بلي ديجا عندنا اطنان 10 اطنان بقيمه 5000 دينار جزائري للطن، ثم سعر الوحده البري يونيتير. هذا كماذا مخزون اولي، يعني ديجا عندنا. ومن بعد واش قالوا لي؟ قالوا لنا بلي في 4 فيفري شرينا، شرات المؤسسة 8 أطنان بسعر وحدة قيمته 4950. يا أخي إذا وش عندنا كرصيد في هذاك اليوم؟ ما نجمعوش حنا الأرصدة في طريقة الفيفو والليفو، ما يتجمعوش الأرصدة، لا يتجمعوا ني الكميات ني المبالغ الإجمالية، ما يتجمعوش، تحطهم كما راهم. عندك في 4 فيفري كرصيد ديجا عندك 10 أطنان بقيمة 5000، وشريت 8 أطنان بقيمة 4950 دخلت لك للمخزون تاعك. في 8 فيفري قال لك استهلكنا 9 أطنان. الاستهلاك هذا first in first out، معناها اللي كان عندي الأول هو اللي حيخرج الاول، هو اللي حنستهلكوه الاول. اذا 10 اطنان هذه 9 اطنان هذه راح يتم استهلاكها من 10 اطنان هذه وتتهز بنفس سعر الوحده، يعني 9 اطنان استهلكناها من 10 تتهز بسعر وحده نفسها. شحال يبقى لنا من 10 هذا؟ يبقى لنا 1 طن، 1 طن بنفس سعر الوحده اللي هو 5000. واضحه؟
وش بقى لي ثاني في الرصيد؟ 800 طنان اخرى بسعر الوحده تاعها تاع 4950. بالنسبه ل 12 فيفري قال لك بلي استهلكنا 2 طن كاستهلاك. انا لازم الساعه اللي كي ديالي نستهلك اللي عندي الاول اللي هو هذا نستهلكو، ها هو كي طن. سما طن واحد يخرج بسعر وحدة 5000، والطن الآخر يخرج بسعر وحدة، يعني يخرج من هذا بسعر وحدة 4950. أوكي، أسك واضح؟ لازم نكمل عليا الأول ساعة، كي نكمل الأول باش نفوت للثاني. ديجا أنا بقى لي طن واحد من الأول، إذا من هذا بين هذا الطنين كاين طن راح يخرج ب 5000، والطن الاخر راح يخرج من هذاك لاختاش صاي استهلكت اللي كان عندي من قبل، ولكن يخرج بالسعر الوحده هذه. شحال يبقى لنا؟ الاول صاي فرينالو، شحال يبقى لنا؟ 8 من واحد، يبقى لنا 7 اطنان بسعر الوحده 4950. نجيو ل 15 فيفري قال لك باللي المؤسسه شرات 8 اطنان بسعر الوحده 5100. شحال عندنا في الرصيد هذاك اليوم؟ عندنا 7 اطنان اللي بقات من قبل بسعر وحده 4950، وزادت دخلت 8 اطنان اللي شريناها 5100. في 20 فيفري شرينا ثاني 10 اطنان بقيمه 5200. شحال عندي في الرصيد في المخزون هذاك اليوم؟ عندي 7 اطنان بسعر وحده 4950، و 8 اطنان بسعر وحده 5100، وعشرة أطنان اللي شريناها جديدة بسعر 5200. ومن بعد وجا قالنا باللي في 25 فيفري، في 25 فيفري استهلكنا 17 طن. استهلكنا ماذا؟ 17 طن. إذا راح نستهلك هذا الأول، حنستهلك منه 7 أطنان، حنستهلك منه كامل 7 أطنان. ها هي كي 7 طن بسعر وحدة 4950. شحال يبقى لي كي استهلكت؟ بقات لي 10 أطنان، 10 أطنان أخرى نشوف اللي بعده، خطاش صاي استهلكت الأول، نشوف اللي بعده، اللي بعده فيه 8 أطنان، نستهلك 8 أطنان. ها هي كي بسعر الوحدة تاع هذا بعد، ها هي كي 5100. هذا خلاص لي صاي. شحال يبقى لي؟ ديجا استهلكت بقى لي طنين، طنين هذوك مين راح نستهلكهم؟ راح نستهلكهم من هذا اللي بعده اللي هو 10 أطنان. سما استهلكت 2 طن من 10 أطنان بسعر وحدة 5200. هذا صاي فضوا خلاص وما بقاش فيهم. أما هذا فبقات منه 8 أطنان، لأنه 10 استهلكنا منها غير 2 طن، يعطينا 8 أطنان اللي بقات لنا في الرصيد بسعر وحدة 5200. شتوها كيفاش تمشي؟ تمشي بهذه الطريقة. 7 طن استهلكناها من هذه، ها هي كي فضت 10 طن، شفنا قداه عندنا في الرصيد اللي قبل، عندنا غير 8، دونك راح نستهلك غير 8 بسعر وحده. سما شحال يبقى لي؟ يبقى لي طنين، الطنين هذوك ما راح نستهلكهم، راح نستهلكهم من اللي بعده. هذه هي طريقه الفيفو، فيرست ان فيرست اوت. ومن بعد شو قال لك؟ في 28 فيفري ايضا صرا استهلاك تاع 7 أطنان. 7 أطنان هذه منين راح نستهلكها؟ راح نستهلكها من اللي بقالي اللي هما 8 أطنان. كي استهلكت 7 أطنان بنفس سعر الوحدة، ها هو كي، شحال يبقى لي في الرصيد تاعي؟ يبقى لي طن واحد بسعر وحدة 5200. بالنسبة ل 30 فيفري واللي هي العملية الأخيرة، قالك بلي المؤسسة شرات 4 أطنان بقيمة 5150 دينار جزائري. شحال يكون عندها في الرصيد تاعها؟ شحال يدخل لها في المخزون تاعها؟ يكون عندها ديجا طن الأول، فرد طن واحد بسعر وحدة 5200، واللي شرات واللي هو 4 أطنان بسعر وحدة 5150. هذه هي طريقة الفيفو، first in first out. إن شاء الله تكونوا فهمتوها، اللي ما فهمهاش يزيد حي يفهمها إن شاء الله في الإكزارسيس اللي بعد هذا الفيديو. أما طريقة الليفو اللي هي last in last first out، عكس first out، عكس شكون؟ عكس الفيفو. اذا شكون راح يتم استهلاكه اولا؟ اللي يدخل لي الاخر للمخزون هو اللي راح نستهلكه اولا. نبدا في 1 جانفي
قالك بلي المؤسسة في 1 فيفري قالك بلي عندي رصيد مالي، رصيد تاع الإسمنت تاعي بقيمة 10 أطنان بسعر الوحدة 5000، رانا بيان ضري. قالك في 4 فيفري شرينا 8 أطنان بسعر الوحدة 4950، الرصيد تاعي واش حيكون فيه؟ حيكون فيه 10 أطنان بقيمة 5000 و8 أطنان اللي شريتها جديدة بقيمة 4950. أما في الاستهلاك، هنا في الاستهلاك قالك استهلكنا 9 أطنان في 8 فيفري. 9 أطنان هذه منين راح نخرجوها؟ على أي أساس راح نخرجوها؟ راح نخرجوها من المدخلات الأخيرة اللي دخلت لي آخر حاجة. شكون هي؟ هي 8 أطنان، هي الأخرى اللي دخلت لي. ديجا حنا قالك عندي 9 أطنان بس حنا عندي غير 8، إذا 8 حنستهلكها بسعر وحدة 4950، والطن اللي بقى راح نستهلكه من هذا. أوكي، أي عكس الفيفو. الفيفو كنا نستهلكه الأول، الليفو يقولك تستهلك الثاني، يعني اللي يدخل لك بعده. هنا يستهلكنا ها هي 9 أطنان بس أنا ما عنديش 9 أطنان، هنا الأخرى اللي دخلت لي 8 أطنان، ثم حنخرج 8 أطنان بقيمة 4950، والطن اللي بقى راح نرجع للرصيد اللي قبله اللي هو 10 أطنان ب5000. إذا الطن هذا كحنستهلكوه من 10 أطنان بقيمة 5000، شحال يبقى لنا؟ 10 نقصوا منها 1 يبقى لنا 9، لأنه هذا صاي استهلكناه ما بقاش. 9 9 بسعر وحدة 5000 كما كان. أما بالنسبة لليوم اللي بعده، نقفلو هكا. في 12 فيفري قالك استهلكنا طنين، 2 طن استهلكنا طنين. شكون عندي في الرصيد؟ عندي 9 أطنان راح نستهلك منهم شكون؟ 2. شحال يبقى لي؟ يبقاو لي 7 بسعر وحدة كما الأول، ها 5000. بالنسبة للأيام اللي بعدها قال لك بلي في 15 فيفري شرينا 8 أطنان بقيمة 5100 دينار جزائري. شحال عندي ديجا في الرصيد في هذاك؟ شحال عندي في هذاك اليوم الرصيد؟ عندي ديجا 7 أطنان بسعر وحدة 5000، وعندي اللي شريته اللي هو 8 أطنان بسعر 5100. في 20 فيفري شرينا 10 أطنان بقيمة 5200 للوحدة، شراء هذا سماح يدخل لي في ستوك. ديجا شكون عندي؟ عندي 7 أطنان ها هي كي بقيمة 5000 ديجا، وش عندي مسبقا من قبل بقيمة 5000، وعندي 8 أطنان بقيمة 5100، وعندي 10 أطنان بقيمة 5200 هذه اللي دخلتني في هذاك اليوم. بعد في 25 فيفري قال لك باللي المؤسسة استهلكت 17 طن. يا أخي المؤسسة استهلكت 17 طن. 17 طن هذه منين حنستهلكها؟ حنستهلكها من آخر مدخول تخلي، يعني من آخر مشتريات. شكون هي آخر مشتريات؟ هي 10 أطنان. إذا من 17 طن هذه راح نستهلك 10 أطنان منها، من هذا الستوك هذا الأخر ها هي كي 10 أطنان. شحال يبقى بسعر الوحدة نفسها هو كي 5200؟ شحال يبقى لي؟ يعني استهلكت هذه، شحال يبقى لي طن وحدة أخرى نزيد نستهلكو؟ 7 أطنان. 7 أطنان هذه منين حنستهلكها؟ حنستهلكها من اللي فوقه اللي هي 8 أطنان. لازم ترتبوا، لو كان ما ترتبوش راكم تغلطوا. لازم كل حاجة تحطوها بلادات تاعها في بلاصتها سوا سوا. إذا 7 أطنان أخرى حنستهلكها من هذه، كي نستهلك منها 7 أطنان شحال حيبقى لي منها؟ حيبقى لي منها طن واحد، لأنه هذا صاي استهلكته ديجا هو 10 أطنان، وأنا نحتاج استهلك 17. ديجا استهلكت 10 أطنان هذيك، وبقى لي 7 حنستهلك منها 8. شحال يبقى لي من هذا؟ حيبقى لي منه 1 بسعر وحدة 5100. إذا وش عندي في الرصيد من المجمل؟ عندي هذا الأول ها هو كي ما استهلكتوش 7 أطنان مع 5000، وعندي اللي بقى لي من هذاك اللي هو طن واحد ب5100. وما تنساوش باللي سعر الوحدة اللي حيخرجوا به حيخرجوا من بنفس سعر الوحدة اللي من الستوك اللي استهلكناه. أوكي، من الكميات المستهلكة. في 28 فيفري قالك استهلكنا 7 أطنان.
سبعة أطنان هذه من مين راح نستهلكها؟ راح نستهلكها السعر من آخر رصيد. آخر رصيد شكون عندي؟ عندي غير طن واحد. إذا طن هذاك سبعة أطنان راح يتم نجيبوها من طن من قيمة 5100، خلاص هذا شحال يبقاني من طن؟ ستة أطنان. ستة أطنان أخرى راح يتم استهلاكها من هذا، ها هو من اللي فوقه سبعة أطنان. ثم حنستهلكوا ستة أطنان من سبعة أطنان بسعر واحدة 5000، شحال يبقى لنا منه؟ طن واحد. ثم الرصيد في ذلك اليوم هو طن واحد بقيمة 5000 دينار. إن شاء الله تكونوا فاهميني. في 30 فيفري شرينا مشتريات 4 أطنان ب5150 سعر الوحدة. شحال عندي في هذاك الرصيد؟ بقى لي الطن اللي قيمته 5000 دينار جزائري للطن، واللي شريته جديد 4 أطنان بقيمة 5150 طن. إن شاء الله تكونوا فاهمين. بالنسبة للطريقتين الأخرين اللي هي طريقة التكلفة الوسيطية المرجحة، كاين طريقتين، كاينة بعد كل دخول وكاينة للفترة، يعني تصرا في آخر الفترة. هذه مختلفة تماما على هذوك، أوكي؟ هذه تجمع لك الأرصدة وتقسم لك وتخرج لك في سعر واحد. شوفوا معايا، في اليوم الاول في 1 فيفري قال لك باللي عندنا ديجا 10 اطنان، ها هي كي بقيمة سعر 5000 للوحدة. في اليوم الثاني قال لك شرينا 8 اطنان بسعر وحدة كذا. واش تقول لك هذه الميثود؟ هذه تقول لك اللي كان عندي من قبل 10 نزيد له اللي شريته ك، اسفة ماشي كالكميات، نبداو لي شي في الكبار الساعه، لاختاش نحتاجوا المبالغ الماليه كيما هذه نحتاجوا فيها المبالغ الماليه، لازم تخرجهم صحاح باش يخرج لكم سي ام بي تاعكم صحيح. كيفاش يتحسب السي ام بي في هذه الحاله؟ هو اللي كان عندي من قبل 50000 نزيد له اللي شريته جديد، ها هي كي، ونقسمهم على الكميات. الكميه اللي كانت عندي من قبل هي 10، نزيد لها اللي شريتها جديدة، ها هي كي 8. شحال تعطينا سعر وحدة اللي هو سي ام بي؟ هذا هو السي ام بي، هذا هو اللي تقيم به المخرجات من بعد. هي قدا؟ هو 4977.78. هنا يا تحسبوا حسب بروف، اذا قالكم اعطيهولي مدور اعطيه مدور، اذا قالكم حطيهولي كما راه حطوه كما راه، كما راني حطيته كما راه. اذا هذا هو سعر الوحده اللي حتتقيم به المخرجات اللي جايه بعد. مي اذا كانوا مدخلات اخرى راح تتبدل. دونك شوفوا معايا، اذا شحال عندي في المخزون؟ عندي 18 طن بسعر الوحده هذا اللي حسبناه هذا. وي في 8 فيفري قالك مخرجات 9 اطنان خرجت لنا من ستوك. 9 اطنان هذه حتستهلكوها من هذو اللي عندنا هنا، ها هي 9 اطنان. بواش راح تخرج بسعر الوحده؟ هذا هو السي ام بي، هذا هو اللي حتتقيم به، راح تخرج بهذا القيمه. شحال يبقى لي في ستوك؟ حيبقى لي 9 اطنان، خاطرش 18 ناقص 9 يبقاو لي 9. 9 اطنان بنفس سعر الوحده، ها هو كي. نجيو في 2 فيفري قال لك بلي استهلكنا طنين. 2 طن هذه منين حنستهلكوها؟ حنستهلكوها من 9 اللي بقات لنا، ها هي كي بنفس سعر الوحده، ها هو كي نفس السي ام بي، ما تبدلش لاختراكش، ما شريناش حاجه جديده عليها، ما تبدلش. شحال يبقى لنا؟ استهلكنا طنين من 9 يبقاو لنا 7 بنفس سعر الوحده، ها هو كي. نجيو في 15 فيفري عندنا مشتريات، عندنا شرينا بقيمه واش؟ 8 اطنان بقيمه 5100 سعر الوحده. القيمه تاعو الاجماليه هي 40800 دينار جزائري. كيفاش نحسبو سي ام بي؟ سي ام بي يقول لك باللي واش كان عندك من قبل اللي هو هذا السعر -46 تزيد له اللي شريته جديد، ها هو كي. هذا كل ما تدخل لك مع كل دخول سي ام بي، مع كل دخول لازم نعاودو نقيموه، نقسمو على واش عندي ديجا في المخزون. عندي 7 نزيدو لها 8 نخرجو في سعر الوحدة هذا.
نخرج في سعر الوحدة هذا ها هو كي. اسك واضحة نورمالمون هي واضحة. وشحال عندي الكمية هي اللي كانت عندي من قبل نزيد لها اللي شريتها تخرج لي 15 بسعر الوحدة اللي حسبته سي ام بي هذا هو الجديد تاعي ها ماهوش نفسه هذا هذا الجديد لاخطركش زدت شريت سي بوغ سا تبدل. يجينا من بعد في 20 فيفري قال لك بلي زدنا شرينا 10 اطنان بقيمة 5200 للوحدة اللي تطلع لنا 52000. سي ام بي واحد جديدة حيت تحسب ثاني اللي هو السي ام بي اللي القيمة المالية هذه القديمة 75 60 نزيد لها 52000 نقسمها على الكمية اللي كانت عندي من قبل ديجا اللي هي 15 نزيد لها كم نزيد لها 10 اللي شريتها جديدة تعطيني سي ام بي واحد اخر جديد ها هو كي. والكمية هي القديمة ونزيد لها جديدة تعطيني 25 طن. اسك واضح سما هذه هي هذا هو السعر تاع سي ام بي اللي راح تقيم به المخرجات من الان فصاعدا. قلنا باللي وين يكون كاين مدخلات يتبدل السي ام بي ما كانش المدخلات سي ام بي القديم هو اللي نخرجوا به المخرجات تاعنا نقيموا به المخرجات تاعنا. في 2 في 25 فيفري قالك بلي استهلكنا 7 اطنان. 7 اطنان هذه 17 طن. 17 طن هذه حنستهلكوها من 25 طن. ها هي كي سيتم تقييمها بسعر الوحدة اللي حسبناه هذا ها هو كي. ما تخرج بهذا السعر تاع الوحدة من المخزون تاعنا شحال يبقى لي 25 نقص منها 17 يبقى لنا 8 اطنان بنفس سعر الوحدة ما يتبدلش لاخطركش ما شريناش هذاك النهار. في 28 فيفري قالك استهلكنا 7 اطنان. 7 اطنان اللي نستهلكوها نستهلكوها من 8 اطنان هذه شحال عندنا استهلكنا منها 7 اطنان باش راح تقيم نفس السعر الوحدة اللي حسبناه من قبل هذا ها هو كي. هذا هو اللي حتخرج به من ستوك 7 اطنان هذه استهلكنا 7 اطنان شحال يبقى لنا يبقى لنا طن واحد بنفس سعر الوحدة. ومن بعد يجينا في 30 فيفري قال لك باللي شرينا 4 اطنان بقيمة 5150 مجبر غير اجمالي 20600. سي ام بي واحد اخر جديد اللي هو القديم تاعنا هذا ها هو كي 5000 نزيدولو جديد نقسمو على الكمية القديمة اللي هي واحد ونزيدولها جديدة نخرجو في سي ام بي واحد اخر جديد. هذا هو السي ام بي اللي من بعد حتقيم به المخرجات اذا كانت مخرجات واذا كانت مشتريات حيزيد يعاود يتبدل نفس الطريقة الى غير ذلك. الكمية هي 5 لانه ديجا عندنا وحدة وحنزيدو لها 4 اذا 5 اطنان. اما الطريقة الاخيرة هي تكلفة طريقة التكلفة الوسطية المرجحة للفترة يعني في اخر الفترة نديرو تقييم فرد مرة نخرجو سي ام بي فرد واحد ونحيو علينا تكسر الراس خلاص اوكي. كيفاش تدار هذه يحكموا يشوفوا المدخلات وحدهم مخرجات وحدهم يحكموا يشدوا المدخلات كامل ها هما كي قدامكم مش يحكموا يديروا يصوميو الكميات تاعهم ها هي كي 40 ومن بعد يصوميو المبالغ الاجماليه تاع كل كميه دخلت ها هي كي. ومن بعد هذه الكميه يقسموها على هذا المبلغ يقسموه على الكمية اللي تشرات في هذاك الشهر كامل يخرجوا في هذا القيمة. هذا القيمة هذه هي السي ام بي تاع اخر فترة اللي تحسب في اخر فترة ويقول لك هذا اللي حسبناه كامل هذا هو اللي حتقيم به جميع المخرجات تاعنا. شوفوا كيما تلاحظوا معايا في المخرجات في كل يوم ها هو اكيد اليوم اللي صار فيه المخرجات الكميات اللي تخرجت كامل باش تقيمت فرد ها هو كي نفسه فرد سعر وحدة اللي هو تحسب هنا ها هو كي. كما قلت لكم تجمعوا الكميات اللي تشرت في هذه الفترة كامل وتجمعوا المبالغ المالية تاعها اللي تشرت بها كامل
كيتجمعوا المبالغ المالية تقسم على الكميات المشترات في هذه الفترة، نخرجوا في سي ام بي آخر الفترة وهو اللي حيقيم لنا المخرجات تاعنا. المجموع هنا يا المجموع هذا سما شحال شرينا، شحال استهلكنا، 35 بسعر الوحدة هذا كامل. شحال يبقى لي في المخزون النهائي تاعي، ستوك فينال تاعي شحال يبقى؟ هي 40 ناقص 35 يعطينا 5 أطنان بسعر الوحدة هذا، ها هو كي. أو نفسها 5 أطنان، ولكن هنايا سعر الوحدة يختلف لأنه هنايا ما كرصنا رصنا ما والو. المبالغ المالية الاشتراء للشراء قسمناها على الكمية المشترات، خرجنا في سعر، هذا السعر هو اللي قيمنا به جميع المخرجات تاعنا، ومن بعد خرجنا في ستوك فينال تاعنا عادي جدا. هذا هي طريقة الفيفو والليفو والسي ام بي. اما لكن الطريقة المعتمدة في جميع المؤسسات هي السي ام بي لانها اكثر منطقية. اوكي، لانها اكثر منطقية. السي ام بي بعد كل دخول هي الطريقة المعتمدة في جميع المؤسسات الانتاجية والتجارية. هنا ينتهي الدرس تاعنا في الجرد الدائم. ان شاء الله نشوفوا نزيد نهار اليوم، راح نحط لكم يوم الخميس هذا اليوم راح نحط هذا الدرس، ويوم الجمعة بإذن الله أو السبت، يوم السبت سنحط لكم التمرين باش تزيدوا تفهموا أكثر. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. ما تنسوش ديروا جيم، تشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة باش إن شاء الله يوصلكم كل جديد. بالتوفيق، باي.